السلام عليكم ورحمة الله. Hello everybody, I'm Dr. Imad Ibrahim. We will continue our gastrointestinal pathology. A lecture of today is about gastric tumor. We already talked about oral cavity pathology, esophagus pathology, and inflammatory gastritis and ulcerative disease of the stomach, the peptic ulcer. Today we will talk about tumor of the stomach. Masses arises from gastric mucosa including polyps, including a benign tumor called adenoma, including a malignant tumor called adenocarcinoma. إن البوليبس ما عندها تندسي إنها تكبر مالignant, لكن البناين تيومر اللي هي الأدينوما أو بسموها أدينوماتيوس بوليبس عندها تندسي إنها تتحول لشنو؟ لأدينو كارسينوما. المالignant في كم مالignant تيومر of the stomach, لكن الموست كومن هي الأدينو كارسينوما. في غيره في الليمفوما, في كارسينويد تيومر and so on. طيب نشوف الجاستريك بوليبس. الجاستريك بوليبس may be inflammatory polyps أو neoplastic polyps, whereas adenoma are neoplastic that may be serve as precursor of cancer. الادينوماز دائما هم benign tumor, لكن دائما بيكونوا precursor لشنو؟ للمالignant. طيب عموما تعريف البوليبس او الورم الحليمي هو شنو؟ هو are nodules or mass projecting from mucosa. يعني دي الميوكوزال سيرفيس كده بيكون في mass projecting من شنو؟ من ده بنسميه بوليبس للتسمية العامة. طيب نشوف زي ما قلنا عندنا البناين تيومر, عندنا البوليبس, في حاجة اسمها انفلاماتري بوليبس او يعني نون نيوبلاستيك بوليبس, وعندنا نيوبلاستيك بوليبس اللي هي الادينوما وبيسموها ادينوماتيوس بوليبس لانه الادينوما ذاتها بتكون في شكل بوليبس. طيب نشوف عندنا حاجة اسمها هايبربلاستيك بوليبس بيكون فيها هايبر بلوريفريشن, عندنا حاجة اسمها انفلاماتري بوليبس, عندنا حاجة اسمها هامرتاماتس بوليبس اللي هي بيكون فيها disorganized tissues, normal tissues لكن قاعدة في وضع disorganized. يكون عندنا فندل جلاند بوليبس, وعندنا ادوماتيوس بوليبس اللي هي عندها ريسك انها تتحول ل ادينوكارسينوما. دي كلها عبارة عن benign tumor. عندنا ثاني benign tumor لكن ما من الابيسيليال, ما ابيسيليال اوريجن, اللي هي من السموس مصل نسميها ليومايوما اللي هي benign smooth muscle tumor. طيب نجي نشوف الحياة المهمة واحدة واحدة. هي الجاستريك بوليبس قلنا عندنا الهايبربلاستيك والانفلاماتوري بوليبس ديل الموست كومن, ديل الماجوريتي اوف ذا بوليبس. يعني اي بوليبس بنلقاها بالمنظار او وات ايفر في 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 استومك في الغالبية بتكون ايزر هايبربلاستيك او انفلاماتوري بوليبس, اللي هي بتمثل لنا 75% من كل البوليبس اللي بتتلقى, وما عندها اي مالignant بوتنشال. يعني ما الا تعمل بليدن او تعمل تضايق الزول كسبيس كوبادي الليجن او كده, او تخلي الزول يحس بشبع او تعمل له يعني ابدومينال سيمتومز, لكن ما عنده اي تندسي انها تتحول لمالين. عندنا ثاني حاجه اسمها فندل جلاند بوليبس, ودي اوكير سبوراديكلي موست اوفن از ا كونسيكونس للناس اللي بيستخدموا البروتون بوم انهيبيتر, الناس اللي بيستخدموا الاوميبرازول وال إيسامبرازول اللي هو البروتون بامب انهيبيتر سيرابي. وبرضو مرات بتتلاقي في الفاميليز في الناس اللي بيكون شايلين الجين بتاع فاميليال ادومناتيوس بوليبس اللي هو بسموه الفاب جين. طيب وعموما الفندل بوليبس بتتكون من سيستيكا دايليتد ايريجولار جلاند, وما عندها اي يعني التندسي بتاع المالجنسي بتاعتها فاريلو, ما عندها تندسي انها تبقى مالجنس. زي ما قلنا الهيستوري بتاعها بتكون سيستيكا دايليتد, يعني الجلاند بتكون كبيرة زي السيست والريجولار جلاند. ده الفندل بوليبس. الأدينوماتيا بوليبس دي هي عندها الخطورة اللي بسموها أدينوما, بسموها أدينوما دي مالignant بوتنشال عندها وسيميلر للكولون. عندنا الفيلس أدينوما وعندنا التوبيولر أدينوما. الفيلس أدينوما بتشبه الفينجر كويس, ودي التندسي إنها تكبر مالignant very high. التوبيولر اللي هي بتكون بدنكولاتي جلاند اللي هي زي يعني tubular structure, ودي برضو عندها تندسي انها تكبر مالجنس لكن اقل من شنو؟ اقل من الفيلوس. طيب نمشي نجي للتايب اوف كانسر. دي كلها كانت شنو؟ دي كلها كانت benign tumor اللي هي البوليبس, epithelial polyps, والتيومر اوف ذا smooth muscle اللي هو مايوما. دي كلها باعتبارها بوليبس لكن benign. الوحيد اللي عندها تندسي انها تكبر مالجنس بطريقه هنا هي الادنوماتيوس بوليبس او بنسميها الادنوما. طيب نجي الى المالجنان زي ما قلنا الموست كومن هم الادينو كارسينوما. ورم غدد عندنا ورم بيقوم من الاسترومال سيل, وده بنسميه
استرومال سيل تمثل 2%، عندنا الليمفوما، عندنا كارسينويد، عندنا ادينوسكويموس، وعندنا ميسيلينيوس. دي كلها تايب اوف غاستريك كانسر. زي ما قلنا الاغلبيه في كل تايب اوف استومك كانسر هو الادينوكارسينوما، بيت مثلنا موست اوف ذا كانسر اوف ذا ستومك 93%. في الاسترومال سيل تيومر ال بيسموه الجست جاسترينتستينال استرومال تيومر، في الليمفوما او المالت ليمفوما ميكوزال اسوسي او جت اسوسييتد ليمفويد تيشوز ليمفوما، والكارسينويد اللي هو بيكون من اندوكراين تيومر، في الادينو سكويموس او السكويموس دي 1%، وفي ميسيلينيس حاجات تانية ممكن نموت 1%. نمسك كلامنا كله هيكون عن الادينو كارسينوما. طيب الادينو كارسينوما في الابيديميولوجي بتاعتها هي السكند موست كومون فيتال مالجنسي، يعني في مش في الانسيدنس في الموربيديتي انه الناس المريضين بيها قدر شنو، لا في انها هي الكانسر القاتل رقم 3. يعني من الناس اللي لما لو مسكنا الكانسرز في المورتيليتي ريت في الفيتاليتي او المورتيليتي ريت انه الكانسر 100 مسكهم الكانسر هيقتل منهم اسرع، يعني اسرع كانسر يقتل ال 100 المصابين به وقدر شنو. فليه انه اللون كانسر طبعا فيري اجريسيف كويس، وبعديه الاستومك كانسر، عشان كده هو الموست كومن فيتال مالجنسي ان ذا وورلد افتر شنو لون كانسر. طيب معروف انه الاستومك كانسر عنده هاي انسيدنس في الشعبان، يقولوا الاملاح المملحه الضيق طبعا ما معروف، برضو في ايست اسيا ساوث امريكا بالذات في الانديز كويس، وفي اوروبا الشرقيه يسترو، لكن ناو از كونتينيولي ديكريزنج في الويست. الويست ما فيه استومك كانسر كثير، في الغرب يعني اوروبا الغربيه. طيب الانسيدنس في ديكلاين انسيدنس، الاصابه السنويه في ديكريز، دائما الايج بيكون بين 50 اند 70، الناس اعمار الخمسينات للسبعينات. ام دائما فيميل بريدومينانس، فيميل الاصابه 2-1 من 2 من الميل لواحد في الفيميل، ده في اليانج ايج، لكن في الاولدر ايج النسبه بتكون قريبه من بعض بين الميل والفيميل. طيب دائما بيكون في الناس السوشيو اللو سوشيو ايكونوميك ستيتس فاميلي، يعني الناس اللي بيكونوا شنو مستوى الاقتصادي بتاعهم متدهور متدني. طيب انسيدنس از هاير في الناس اللي عندهم شنو بلد جروب A زي ما الأزر بلد جروب، الناس اللي بيكون عندهم بلد جروب A معرضين لانه يجيهم كانسر، او الانسيدنس بتاع الكانسر نسبه الكانسر في الناس البلد جروب A اكثر من باقي من الكانسر ده في باقي الجروبس. يعني لو جبنا 1000 زول مثلا عنده ستومك كانسر وشفنا البلد جروب هنلقى البريدومينانت شنو بلد جروب A. طيب ريسك فاكتور الحياة اللي بتخلي الزول عنده بريدسبوزيشن او معرض تخليه ريسك فاكتور، هي الجينيتيك بريدسبوزيشن انه الزول عنده قابليه جينيه بلد جروب A طبعا لانه بيحصل اكثر حاجه في بلد جروب A. النيتروسامينز اللي هي في الاطعمه المملحه والمحفوظه البريزرفاتيف اللي بتحفظ الاطعمه وكده، برضو الضيط اللي هو الميثود اوف بريبريشن، بيقولوا الميثود اوف بريبريشن ليه علاقه بشنو؟ ليه علاقه بالستومك كانسر، يعني بالذات الاكل السموكت يعني المشوي على الجمر والفيو سكن كثير ويعني الحاجات زي دي كويس. فطريقه تحضير الاكل والاكل المحفوظ والسمك المملح الحاجات زي دي ليها علاقه، يعني طريقه تحضير الطعام ما في طعام معين عنده علاقه، لكن طريقه تحضير الطعام هي ممكن تكون شنو ليها علاقه بالاستومك كانسر. طيب نشوف الايتيولوجي اوف استومك كانسر او استومك ادينو كارسينوما. في حاجه اسمها بريديسبوزين ليجن او كونديشنز، في ليجنز او كونديشن بتكون هي باديه للكانسر. طيب ذا سيم كونديشنز ذات كوز انتستاينال ميتابوليزم، عشان كده لقينا انه الادينو كارسينوما بتيجي دائما في الحتات اللي فيها شنو الفيها انتستاينال ميتابوليزم، بالذات النوع الثاني اللي اسمه انتستاينال تايب. هو في اثنين من الاستومك كانسر هنشوفهم، واحد اسمه الديفيوز تايب وواحد اسمه الانتستاينال تايب. الانتستاينال تايب دائما بيجي في الانتستاينال ميتابوليزم. طيب نفس الحياة اللي خلت انه يحصل ميتابليزيا هي هتستمر لحد ما تخليه يحصل شنو غاستريك كانسر، لو كان تأذي لو كان حاجة معينة. طيب لكن نشوف الحياة اللي ممكن تكون بريكيرسرز للكانسر. الكرونيك غاستريتس التهاب المزمن بتاع المعدة، عايز انه يكون ايدوباسيك ما معروف سببه او اوتوميون،
برضو الهيلوكوباكتر سوسيل جاستراتس، جاستراتس بتاع درسوم الميدا وبتاع ليتش بايلوري، البرنيشيوس انيميا اللي هو بسموه اتروفيك جاستراتس ديو تو انتيبودي ادينوس الباريتال سيل، الجاستريك ألسر، جاستريك ألسر دي برضو يعني في قدامك كويستشن مارك انه يعني هل هي ذاتها يعني سبب في الكانسر ولا هي كانت ناتجه من جاستراتس والجاستراتس هو سبب الكانسر. لكن لقوا ناس عندهم جاستريك ألسر ومزمن وحصل لهم جاستريك كانسر. المينيتريال ديزيز اللي هو تكلمنا عنه وقلنا هو شنو؟ هايبرتروفيك جاستروباثي، هايبرتروفيك جاستروباثي بيكون في شنو؟ هايبرتروفيك في الروجي بتاعة المعدة. طيب عندنا برضو الناس اللي بيكون عمليهم بارشيال جاستروكتومي، الناس اللي بيكون عمليهم جاستر جاستروكتومي الجاستري استمب از ات ريسك اوف بين مالجنانت، الحتة يعني محل القضعة والتغليفة دي او محل الانسناء او محل يعني التلتيقة اللي عملوها دي في شال جزء من المعدة ولتق والباقي ده، الجزء ده حيكون عنده ريسك انه يحصل فيه شنو؟ يحصل فيه مالجنس. طبعا برضو الجاستريك ادينوما اللي هي ادينوماتياس بوليبس، لكن طبعا للهايبر بلاستيك ولا الباقيين، لكن الادينوماتياس بوليبس عندها بيدسبوز انها يجي شنو؟ يجي كانسر. These are all considered as predisposing lesion for adenocarcinoma اللي هو chronic inflammation عموما الجاستريتس والبيبتيك ألسر والأزر بوليبس بنايم تيومرس اللي هي الأدنوماتياس بوليبس، كل هذه ممكن تكون بريكيرسر لأدينوكارسينوما. The clinical presentation of gastric cancer mainly come with cachexia and anemia. Cachexia طبعا هي الهزال، بكون البيشن emaciated او يعني skin on bone، زول حصل له severe weight loss سموه cachexia مرض الهزال. وانيميا are usually severe due to bleeding and also partially due to a كهولي هيدرا اللي هو نقص في الاسيد. طيب هيكون عنده ايه الكهولي هيدرا ده؟ بيساعد في البكتيريال جروس وبيعمل الانفكشن بيعمل نيكروزيز، النيكروزيز بيساعد في شنو؟ في البليدين، البليدين بيساعد في الانيميا. ده برضو كله ممكن يأثر لنا في الهضم وفي الحياة زي دي ويعمل لنا شنو؟ عمل لنا كشكسية. نفس القصة ده بيسبب له شنو؟ أنوركسيا وديفيشنت في الابزوربابل فود، لأنه إحنا عارفين إنه الأيون أبزورشن بيعتمد على الأسيد الـ HCL، HCL وفيتامين سي بيساعد في الأيون أبزورشن. ده برضو الأنوركسيا وده هيساعد لنا برضو في الأنيميا، والأنوركسيا برضو اللي فقدان الشهية برضو هتساعد في شنو؟ في عملية الكشكسية. فعشان كده البيشن بتاع الاستومك كانسر هيكون عنده ايرلي، طبعا ده لما يكون ادفانسد تيومر بيبقى كبير، يكون عنده ايرلي سايتاتي يعني بيشبع سريع او بترش اي حاجه بيتناولها ممكن يعمل ليها فوميتنج. لكن ككلينيكال بريزنتيشن واضح بيكون هو انيميك وكشكسيك، انيميك وكشكسيك زي ما قلنا نتيجه لشنو؟ ليه نقصان الاسيد ونتيجه للبليدين. طيب نشوف من ناحيه بتاع الباثولوجي الماكروسكوبيك باثولوجي، التيومر عنده مين 3 4 بيجي بيها ايزر بوليبويد انه يكون بارز بوليبويد او ألسراتيف يكون يعني بدل بارز لبرا نازل لتحت عامل تقرحات عامل قرحه بوليبويد او ألسراتيف او انفلتراتيف. الانفلتراتيف يعني شنو؟ يعني انفلتريت كل الوول زي ما بنشبه نقول شنو؟ نقول الحبر وشرب في ورقه بيتشرب في كل الورقة، يتشرب يمن يعم الورقة كلها يكون لونها شنو؟ لونها الحبر. نفس القصة في كانسر بيقوم يتسرب وانفلتريت في كل الوول بتاعت الاستومك، يعني يكون عنده ليجون ورم كده معين، لا
يتسرب في الوول لما كل الوول يقبل شنو تقبل الوول فيريسيك بيسموها اليونايتد بلاستيكا اليونايتد بيشبهوها بشنو بالقربل بتاعت الجلد القربل عامله زي المعده دي اللي بيشربوا منها كان في الجيش كان الرحاله فدي بتكون سيك وول بتكون نايفه دي المعده برضو لما يستعصلوها جراحيا كلها بتكون انفولف بيسموها اليونايتد بلاستيكا اللي هو لزر بوتل الاستومك. طيب شايفين هنا عندنا دبلوبويد شايفين البلوبويد يا جماعه this is بلوبويد كولوم استومك كانسر شايفين ده الاوسوفاجس دي ال دي الاستومك مفتوحه من الداخل مفتوحه كويس فده بلوبويد تيومر this is بلوبويد. طيب ده ألسراتيف شايفين ماشي لتحت طبعا البلوبويد ذاته ممكن يكون فانجيت يكون يعني irregular لكن المهم هو بولوبويد بارز جدر هنا ده ألسراتيف اللي هو شنو يعني حاصل ألسريشن والروجة للنايفة بكون عامل زي فوت البركان زي البولكانو دي اللايناتس بلاستيكا ده غطاء عرضي دي المعدة من من الفوق الكارديا الفندس وانت نازل لحد البايلورس شايفين الوول بتاعه كله بيجا سيك ما في ليجو معين لكن انفلتراتيف ده الانفلتراتيف كانسر دي 3 تايبس مورفولوجيكال تايبس يعني مورفولوجيكال كودنج شنو للجروس مورفولوجي جروس معناه شنو معناه النسيج المناعي اللي بالعين ما بالمايكروسكوب في الباثولوجي انا يا عين للهارت او الليفر اطلعها عين اللي بالعين دي بسموها جروس باثولوجي طيب هنا الجروس باثولوجي زي ما قلنا دي انفلتراتيف دي بوليفويد ودي ألسراتيف طيب زي ما قلنا البولوبويد ادينو كارسينوما سمتايمز بتكون فانجيتين فانجيتين يعني شنو يعني السطح فوق الريولر طيب سوليد ماس بروجكت انتو ذا ليومن اوف ذا ستومك حاجه بتبرز في الليومن او في تجويف المعده ممكن يكون ألسراتيف اللي هي تيومر فورم على ألسر اما القرحه ويز ابيسيليال اوفر جروين اون ذا ايدج الابيسيليال دي الألسر كده نازله الابيسيليال في الاطراف او في الايدج في 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 الايدج في الحواف بيقوم بيحصل ليها هايبربليزيا فالإيدج مرات بتكون شنو ريز إيدج يعني الحواف بتكون شنو مرتفعه ما مع شنو ما مع السطح بتاع النسيج صح محل الألسر ذا سنتر اوف ألسر بيكون بلو ال 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 الليفل بتاع التشوز لكن الإيدج بتكون شنو بتكون ريز طيب this must be distinguished from benign ulcer which has sharp punish out edge benign ulcer الادي بتاعتها بتكون sharp ما بتكون raised فطبعا الالسر عموما زي ما قلنا اي ulcer في الاستومك should be taken very serious لانه ممكن تكون benign ulcer اللي هي ulcer عادي ulcerative disease peptic ulcer او ممكن تكون شنو ulcerative adenocarcinoma يعني stomach cancer جاي بفورم بتاع ulceration فدائما الاستومك كانسر بيجي بشكل بتاع السريشن زي ما قلنا بكون الحواف بتاعته ريز طيب عندنا الديفيوز تايب واللي هو ما بكون نوصل التيومر but instead the tumor infiltrates throughout the mucosa of the stomach make the wall thicker الجدار تكون تخين invading tumor cause intense fibrosis of the stomach and cause the wall to become very thick لانه الانفلتريشن ده بيقوم بيخلي بيحصل فايبروزيز رياكشن اللي هو اسمه بلاستيك رياكشن بيسموه اسمه بلاستيك رياكشن انه النورمال تيشوز يقوم يستجيب بفايبروزيز اجينست التيومر سيل فبيحصل فايبروزيز بيسموها لايناتس بلاستيك او ليزر ليزر بوتل ستومك وين ذا انتير ستومك از سبجكتد تو انفيلتريتد كارسينوما بيسموها لايناتك بلاستيك بتكون كل الاستومك فبيعملوا توتال جاستروكتومي طيب نشوف كده ده يا جماعه شنو ده الجروس باثولوجي او الجروس تايب ده يشوف الميكروسكوبيك تايب عندنا نوعين بتاعت ميكروسكوبيك تايب تو مين فورم بعدها كودين طبعا للكلاسيفيكيشن المختلف عندنا الانتستاينال تايب وده شكلا بيشبه ليه الانتستاينال كارسينوما يعني الكارسينوما لايك الكارسينوما اوف ذا كولون والكارسينوما الادينو كارسينوما بتاعت الاوسوفاجس خلايا غدديه ادينو كارسينوما زي ما بتحصل في الاوسوفاجس او اللي بتحصل في الكولون لما نيجي للكولون طيب عندنا تاني واحدة اسمها الديفيوز تايب اللي بتعمل لايناتس بلاستيكا دي ذاتها طبعا الانتستاينال تايب في الغالب بيجي بشنو الشكل الجروس بتاعه بيجي بشنو
بيجي بالبويد او السراتيف سوري بيجي بالبويد او السراتيف. فالانتستينال تايب سيميلر زي ما قلنا للكولون والاسوفاجس. الهيجلاند زي الانتستينال جلاند. طيب الديفيوز تايب والانتستينال تايب زي ما قلنا بيجي بفورم شنو؟ بيجي بالسراتيف او بالبويد. بالبويد فانجيتد او السراتيف. طيب الديفيوز بيجي اصلا بشنو؟ لايناتس بلاستيكا اللي كان قلنا، او سمتايمز ممكن يجي بحبه السريشن في البدايه قبل ما يكون ديفيوز في كل الاستومك. لكن الهيستولوجي بتاعه بسموه ديفيوز تايب، بيتكون من ديسوسييتد تيومر سيل اللي هي بسموها ديسكوهيسيف، يعني خلايا غير ملتصقه مع بعض، خلايا بتتفكك من بعض. ديسوسييتد تيومر سيل اي واحد دار تمشي برا. اوفن كونتين ميوسينس، خلايا محتوية على مخاط ميوسينز، والميوسينز ده بخلي النيوكليس تمشي على الطرف، فبيكون زي السيجنت رينج، بيسموها سيجنت رينج سيلز، زي خاتم الخطوبة أو خاتم الزواج اللي بيكون فيه فاروزة بتاعت الماس، لأنه الخلية بتكون ملانة بشنو؟ بالميوسين. فنكرر الكلام تاني، from macroscopic growth في 3 types بولوبويد اللي هو ممكن يكون بولوبويد فانجيتين زي ما قلنا يكون irregular، لكن بالبويد معناه بارز لبرا، او alternative او diffused infiltrative. infiltrative ده هو diffused ده. طيب هنا في الميكروسكوبيك الانتستينال الفنجاتين او بالبويد alternative ده ممكن نلقاه intestinal type، يعني اي واحد بالبويد او alternative ده بنلقاه intestinal type. الرينيتس بلاستيكا بنلقاه في الديفيوز تايب. الديفيوز تايب ممكن يبدا لنا بالسريشن، ممكن في الاول يبدا بالسريشن. طيب شايفين ده؟ ده شنو؟ ده انتستاينال تايب. شايفين الانتستاينال جلاند دي كلها جلاندز بتشبه شنو؟ الانتستاينال جلاند، لكن لما نعاين في الخلايا والنيوكليوس بنلقى النيوكليوس فيها اتيبيا شديده، نيوكليوس صغيره ونيوكليوس كبيره واطوار انقساميه كثيره. شايفين النيوكليوس هنا فيري لارج، هنا فيري لارج، شايفين يعني في اختلاف شديد. كلها دي فتشرز بتاعت كانسر. This is cancer of intestinal type. نمشي نشوف النوع الثاني اللي هو شنو؟ اللي هو الديفيوز تايب، اللي هو فيه شنو؟ السيجنت رينج. شايفين السيجنت رينج؟ شايفين السيجنت رينج؟ النيوكليوس دائما في الطرف وملانه ميوسينز. شايفين؟ دي واضحه شديد، شايفينها؟ عباره عن خليه وفي نص فيها ميوسين. كلها سيجنترين ديسكو هيز في اي خليه برا. طيب زي ما قلنا الجاستريك نيوبلازم في يونايتد ستيت موست جاستريك كانسر ار ديسكفرد ات ليت ستيج وين ذا نيوبلازم هاز انفيد اور اول اوريدي ميتاستاسيس. عشان كده دايما قلنا الجاستريك كانسر كيلر نمبر 2 في الكانسرز، ليه؟ لانه يوم اكتشف اوريدي بيكون حصل له شنو؟ عمل انفيجن او حصل له اوريدي ميتاستاسيس. عشان كده اول جاستريك ألسر and all gastric mass must be biopsies. اي زول اللي عنده gastric ulcer ما خلاص نسلم انها hepatic ulcer قرها هضميه، لا لازم تشال منها شنو؟ بايوبسي. واي gastric mass لازم to be biopsy because it is not possible to tell from the gross alone which is benign and which is malignant. بل من ظالم ما انت عين دي غرحه ما ممكن براءه تقول والله صح الادج مره ممكن تكون ريز وبتاع، لكن ده ما 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 بدي كلير كاب الا بالبايوبسي. In contrast اي ديودينال ألسر هي بينين، ما زي الجاستريك. زي ما اتكلمنا في في الجاستريك باثولوجي 1 انه المالينسي دونات ارايز من الديودينال ألسر، لكن بيجي من الجاستريك ألسر. طيب الادينوكارسينوما اوف ذا ستومك زي ما قلنا في الليت جاستريك كانسر بيكون عندنا اللي هو سموه اكزوفيتيك جروس اللي هو بالبويد او فانجيتين، بيكون عندنا اللي هو المالينجنال سيل ممكن تكون ألسراتيف، ممكن تكون فانجيتين او بولوبويد يعني جاي من فوق كويس، او ممكن تكون ألسراتيف او ممكن تكون ديفيوزد اللي هي بتدينا لايناتس بلاستيكا. طيب هنا مثلا ده الفانجيتين، شايفين هو جاي من فوق لكن ايريجولر، هو ده بولوبويد لكن البولوبويد طبعا بيكون ناعم، فزي ده بنسميه فانجيتد بولوبويد فانجيتد او فانجيتد. شايفين؟ شايفين الفانجيتد كارسينوما. This is fungating mass.
ده الديفيوز تايب لايناتس بلاستيكا رب بسموه سيرس كارسينوما زي ما قلنا. ده بيتميز بشنو في السيجنت رينج؟ ده بيتميز بالسيجنت رينج. وزي ما قلنا ممكن يكون فيه ألسريشن ألسريتيف، لكن الألسريشن بيكون دائما مينيمال، يعني دائما ممكن يظهر بألسريشن لكن بيكون مينيمال. طيب this is lymphatic plastic، شايفين ال wall of the stomach، شايفين ال wall of the stomach، حصل له سيجنين وحصل فيه فايبروزيس. ده ديفيوز تايب، وده يحصل شنو انفلتريشن في السراوندينج تيشوز. شايفين دي سيجنت رينج نيوكليوس بتكون طرفيه لوجود شنو الميوسينز. ده بالراديولوجي طبعا بالباريوم ميل، شايفين الباريوم مشى في حتات معينه في الاستومك، بعد الحتات اللي هو فيها الماس اول حاصل فيها كونتراكشن، ما كان فيها شنو ما كان فيها باريوم. شايفين ده الاوسوفاجس وده اللور سوفيجيال سفيكتر لانه كونتراكتد ما فيه باريوم. هنا الباريوم يتوزع ما ديفيوز دي كله في الاستومك، في اللور بارت وفي الابر بارت، وممكن الديودينم يكون ظاهر. فده دلاله على انه هنا في الحته دي في اريا في شرينكين ماس. برضو في السي تي ابدومين وسكونتراست دمونستريت ماس ليجن ديستورتنج ذا جاستريك انترم، شايفين ده بالكونتراست ديستورتنج الجاستريك انترم. ده طبعا الليفر، ده السباينال كورد، ده الجريتر بلود فيزلز الاورتا وال فني كيفا and so on. طيب الـ spirit of gastric cancer بيكون بـ 3 بـ 4 pathway. First local infiltration through the wall of the stomach. اخترقت الـ wall of the stomach بتمشي للبروتونيوم، تمشي للبنكرياس، تمشي للليفر، تمشي للسبلين. ده الـ local infiltration. Very important information. السلايد دي. طيب او سرو الليمفاتيك، الليمفاتيك بتمشي لوكال او للريجنال ليمف نود، لكن عموما الجاستر الكانسر عنده تندسي انه يمشي لشنو فيرشاو ليمف نود اللي هي سوبرا كلافيكولر من الناحيه شنو من الناحيه الليفت من الناحيه الشمال. سوبرا كلافيكولر ليمف نود الزول اللي بيكون عنده جاستر الكانسر دائما بنلقى عنده سوبرا كلافيكولر ليمف نود في الليفت سايد، دي بسموها فيرشاو نود. عندها تندس انها تمشي للبرشاو نود اللي هي في اللف سايز سوبرا كلافيكولر، او تمشي هيماتوجينيس سرول البلط تمشي للليفر تمشي للون، او حاجه يسموها ترانس كوليوميك. ترانس كوليوميك اللي هو كروس البروتونيال كافيتي، بتنقط زي الشمع، تنقط في من فوق من الاستومك، تنقط في البروتونيال كافيتي وتنزل لي وين؟ تنزل لي في الاوفري وفي اليوترس، فبقوم بيمشي انفولف الاوفريز بيعمل لنا تيومر اسمه كريكينبير تيومر. كريكينبير تيومر فيري كاركترستيك، دائما بيكون تيومر في الاوفري فيري رارد في الومن، ودائما لما نعاين فيه هيستولي بنلقى سيجنت رينج، معناه دي الديفيوز تايب اوف ذا ستومك، حصل ترانس كوليوميك ترانسميشن. شايفين عندنا الليمفاتكس، عندنا البلط، عندنا لوكال، وعندنا دايركت زي ما قلنا لوكال انفلتريشن، وعندنا ترانس كوليوميك سبريدنج. ده اللوكال مثلا من الاستومك يمشي للليفر، يمشي للسبلين، يمشي للبروتونيوم، يمشي للجريتر اومنتم، للبنكرياس، دي كلها لوكال انفيجن. اما كونه ينقط يمشي لليوترس او يمشي للاوفريز، دي ترانس كوليوميك ثرو البروتونيال كافيتي، وده بيعمل لنا الكريكنبرج تيومر، بيعمل لنا الكريكنبرج تيومر. شايفين زي الكريكنبرج تيومر؟ شايفين هنا ده طبعا اوتوبسي بلفيس بلفيز ستراكشر، ده الرايت اوفري ماس، شايفين نمبر 1 رايت اوفري ماس الكيركنبرج تيومر، ونمبر 2 ميتاستاسيس تو ذا ليفر، شايفين في ميتاستاسيس هنا في الليفر، لو قلنا ذيس از ذا ليفر، ذيس از ذا ليفر، شايفين هنا في ميتاستاسيس في الليفر، كيركنبرج تيومر في الاوفري، في ميتاستاسيس في الليفر، لارج تيومر كيركنبرج تيومر اللي هو اساسا جاي من الاستومك سكندري. طب البروجنوزيس ايرلي جاستريك كانسر اللي هو بيكون انفولف الميوكوزا او الصب ميوكوزا. انا اقول ايرلي جاستريك كانسر معناه يا دوب اخترق الميوكوزا ومشى للصب ميوكوزا، وده
الليمف نود بتكون نيجاتيف، لو الليمف نود نيجاتيف ممكن 85% منهم يعيشوا 5 years survival. اما الليت جاستريك كانسر انه يكون انفولفد فول سيكنس، ميوكوزا، صب ميوكوزا، موسكولاريس بروبريا، سيروزا، لكن الليمف نود كانت نيجاتيف ديل 30% منهم ممكن يعيشوا 5 years survival. اما لو كان انفولفد فول سيكنس والليمف نود بوزيتيف يعني انتقل، لا خلاص only 5% will survive for 5 years. شايفين كده انتهينا من التيومر بتاع اللي هو most common. مشينا في السلايد الاولى قلنا عندنا ادينو كارسينوما هي most common، عندنا gastric lymphoma، عندنا carcinoid tumor، عندنا جيست او stromal tissues، عندنا other types. طيب عندنا ثاني الجاستريك لينفوما دي نسبتها 2%، لو كان جبال الادينوكارسينوما اللي اتكلمنا عنها نسبتها 93 الجاستريك لينفوما نسبتها 2%. مالجنت نيوبلازم اوف ميوكوزا اسوسييتد لينفويد تيشوز المالط او بيسموه الميوكوزا اسوسييتد لينفويد تيشوز او سام تايمز قط اسوسييتد لينفويد تيشوز. طيب يوجوالي لو جريد ودائما بتكون بي سيل، دائما المارجنال سيل سموه مارجنال سيل لينفوما، بي سيل مارجنال سيل لينفوما، فين بتقوم من الليمفويد تيشوز اسوسييت مع شنو؟ مع الميوكوزال اوف ذا جي اي. فبتقوم لينفوما، واللينفوما ممكن تكون ميساسيس تو انفولف فور ذا اريا، شايفين دي كلها لينفوسايت بدت كانت لينفويد فولكيز بدت تعمل انفيجن ثرو اوت الجي اي او الجاستريك. شايفين بنعاين بالمايكروسكوب بنلقى شنو؟ زي ما قلنا جاستريك لينفوما اللي بسموها مالت ميوكوزال اسوسييت لينفويد تيشوز، مالتوما بسموها مالتوما. طيب النيوبلاستيك سيلز انفلتريت الابيسيليال، شكل نلقى لينفو ابيسيليال ليجن، شايفين السي هنا مثلا دي ابيسيليال، شايفين ده هنا ابيسيليال، لكن الاسود اسود اسود ديل كلهم شنو؟ ديل لينفوسايت، هنا دي ابيسيليال دي كلها كولومينال ابيسيليال، لكن برضه انفلتريتد بشنو؟ بالاسود اسود ده، شكل بنلقى لينفو ابيسيليال ليجن دي في اللينفوما. طيب انتهينا من اللينفوما نجي للجاسترونتستاينال استرومال تيومر بيسموها الجست اللي هي ميزانكيمال نيوبلازم، ما ابيسيليال، ميزانكيمال سيل. طيب درايف فروم انتستيشيال سيل اوف كاغال، دي خلايا موجوده موزعه ما بين الابيسيليال سيل في الامعاء، وهي بتعتبر بيز ميكر سيل كنترول بيرلستالسيس، الحركه العصبيه او الحركه العضليه كويسه الامبلسز اللي بتيجي عشان تكنترول السموس مسل كونتراكشن بيرلستالسيس بتكون ثرو الانتستيشيال سيل اوف كاغال. طيب دي ما نحصل فيها تيومر بيسموه الجست. طيب لارجر تيومر ويز هاي ميتوتيتيك ريت تن تو بيكم مالجنانت. طيب الاستومك از كومنست سايت، زي ما قلنا الاستومك هي كومنست سايت اكثر من الانتستين. هو بيحصل في الانتستين بعدين بنيجي للانتستين، الجست تحصل في الانتستين لكن مور كومن شنو؟ مور كومن في الاستومك، عكس الاندوكراين سيل اللي هو الكارسينويد بيحصل في الاستومك في الانتستين اكثر من الاستومك. فهنا عشان كده وي ار توكينج اباوت الجست لانه ممكن تحصل في الانتستين، لكن هنا الكومن سايت في الجي اي هي الاستومك. زي ما قلنا اللارج تيومر يكون ويز هاي ميتوتيك ريت تن تو هاف شنو مالجنن، بتكون فيري بتهيف از مالجنن. طيب في لما عملوا جينيتك لقوا فيه اوفر اكسبريشن في السيلولار كيت او السي كيت والبليتلت درايف جروس فاكتور ريسبتور ايه، وديل ممكن ذات الكيت يستخدمهم از دياجنوستيك ايد في التشوز بايميون هيستوكيمستري، وكانوا تارجت بالذات الكيت ل التايروسين كانيز انهبيتر اللي هو جلايفيك او بيسموه ايماتينيب ميسايليت، ايماتينيب كويس اللي هو ايماتينيب ميسايليت او بيسموه جلايفيك او جليفيك، ده دواء بيستخدم في السي ام ال از تايروسين كانيز انهبيتر في البي سي ار اي بي ال بتاع كرونيك مايلويد ليوكيميا، لكن زي ما قلنا لانه نفس الميكانيزم فنفس الدرج بيستخدموه في الجست جاستروانتستاينال استرومال تيومر بيستخدموا فيها التيروسين كينيز انهبيتر وبيسموه ليماتينيب ميسايلات. شايفين هنا دي الجست، شايفين ده الاستومك دي الروجياي بتاعت الاستومك، شايفين ده التيومر وكت باي شنو؟ كت باي نايف، شايفين؟ شايفين ده التيومر كان كده واتفتح اتشال منه. طيب لو لاحظنا هنا يعني هنا في تو مورفولوجيز بتاعه تيومر،
عندنا الاسبندل الاسبندل سيل شيب والبسيلويد سيل تايب. وطبعا في اذر يعني اذر مورفولوجيز لكن الدول الكومن اللي هو سبندل سيل شيب والبسيلويد تايب. فدي الاسبندل سبندل سيل نيوبلازما اوف ذا هي الجاسترونتستينال استرومال تيومر بيسموه الجست. طب هنا دي الاميون هيستوكيمستري طبعا الجست عموما بوزيتيف فور سي دي 117 وبوزيتيف للكيت. لو عملنا اميون هيستوكيمستري للكيت او للبليتلت درايف جروث فاكتور ريسبتور بيكونوا بوزيتيف برضه. شايفين هنا السي دي 17 اغلبيه الخلايا براون. هنا في some cells have kidney mutation. فدي immune histochemistry marker عشان نتعرف على the cells and nature of the cells. وده gross شايفين ده التيومر كويس وده ال history بتاع التيومر. فينا spindle cell type و بسلويد type. طيب في others carcinomas yes لكن much rarer زي شنو الاندوكراين سيل تيومر اللي بنسميها كارسينويد. طبعا الكارسينويد زي ما قلنا كومن في في الانتستين اكتر من الاستومك. فهندرسها ان شاء الله في السمول انتستين او في الانتستينال تيومر. اما الجست فهي اكتر في الاستومك اكتر من الانتستين. بتحصل في الانتستين لكن هندرسها هنا في او اخذناها هنا في والتوك اوت هي في الاستومك. عندنا ثاني حاجه اسمها ادينوسكوماس كارسينوما وعندنا جاستريك كوريوكارسينوما. كوريوكارسينوما بتحصل في من امراض البلاسينتا لكن هنا ممكن تحصل لنا برضو في الاستومك جاستريك كوريوكارسينوما. طيب اخر حاجه زلاصلي وي توك اباوت كلاسيفيكيشن اوف استومك ادينوكارسينوما. رجعنا ثاني للادينوكارسينوما لانها هي الموست كومون في الجاستريك كانسر اللي بتمثل لنا 93%. طيب الكلاسيفيكيشن في كلاسيفيكيشن اكوردنج للمايكروسكوبيك بيكتشر وفي كلاسيفيكيشن اكوردنج للجروس بيكتشر. طيب عندنا هنتكلم يعني بس امبريف عن الدبليو اتش او كلاسيفيكيشن والبورمان كلاسيفيكيشن واللروين لورين كلاسيفيكيشن. طيب الدبليو اتش او كلاسيفيكيشن هو هيستولوجيكالي تايب اكوردنج للهيستولوجي. فهو بقسم كل الانتستينال تايب بقسمها لتيوبيلر اذا كان عامل شكل تيوبيوس بابيلري اذا كان عامل بشكل بتاع بابيلري وميوسينس اذا كان عامل ميوسينس. اما الديفيوز تايب فبقول سيجنت بسمها سيجنت رينج سيل كارسينوما سيجنت رينج سيل كارسينوما ده بصوره عامه ده دبليو اتش او. اللورين كلاسيفيكيشن بيقول انتستينال تايب وديفيوز تايب انتستينال تايب وديفيوز تايب. طيب في اذر طبعا كلاسيفيكيشن زي المينكس لكن نوت امبورتنت. هنشوف ده دبليو اتش او كلاسيفيكيشن ده اول حاجه اللاروين كلاسيفيكيشن اتعمل سنه 65 قال الانتستينال تايب والديفيوز تايب. بعد ذاك في حاجه اسمها انديتيرمين تايب يعني حاجه ما معروفه لا هي انتستينال ولا هي ديفيوز. كان فيري سيمبل كلاسيفيكيشن انت بتعاين بالمايكروسكوب ايزر انتستينال تايب او ديفيوز تايب السيجنترين و او حاجه انديتيرمين ما اقدر احددها. يلا دبليو اتش او قام شنو الانتستينال تايب قاموا خدتوه في ثلاثه قالوا تيوبولر ممكن يكون بابيلري تيوبولر او ميوسينس. طيب الديفيوز تايب قال والله سيجنت رينك او اذر بورلي كوهيزيف كارسينوما كويس خلايا متفرقه من بعض لكن هي ما معروفه هي ما سيجنت رينك. طيب الانديتيرمين هم هنا قالوا ميكسد كارسينوما اللي هو ادينو سكويموس سكويموس كارسينوما هيباتويد ادينوما وكارسينوما ليمفويد ستروما وكوريو كارسينوما وكارسينو ساركوما and other rare types. طيب اللورين كلاسيفيكيشن زي ما قلنا عنده قال الانتستينال تايب والديفيوز تايب والانديتيرمين تايب او الانكلاسيفايد تايب. الانتستينال تايب اللي هو بيمثل 53% والديفيوز تايب الناتكس بلاستيك 33% والانديتيرمين 14%. طيب الانتستينال تايب زي ما قلنا دائما الانتستينال تايب بيجي من الميتابليزيا او من الكرونيك جاسترايتس سيفير انتستينال ميتابليزيا او ديسبليزيا ودائما هو ليس اجريسيف زي الديفيوز تايب ليس اجريسيف. لكن الديفيوز تايب دائما بيحصل في يونج بيبل وبيحصل في وبروكسيمال تيومر في الحتات يعني القريبه في الاستومك القريبه من يعني الكارديا اند سون
وبورلي ديفرينشيتد. البروجنوز بتاعه فيري باد بتاع الديفيوز تايب، ممكن يحصل في ناس صغار لانه مربوط ببعض الجينز وبورلي ديفرينشيتد. طيب نيجي للبورمان كلاسيفيكيشن، والبورمان قسموه اكوردنج للجروس باثولوجي. الجروس باثولوجي قالوا بلوبويد او فانجيتين، اللي هو قلنا بلوبويد او فانجيتين. قال السراتيف ويز الليفيتد بوردر، لا السراتيف ويز انفيزيف او انفيجن اوف ذا وول. قال ديفيوز انفلتريشن اللي هو زي شنو زي السيجنترين. قال كان نوت بي كلاسيفايد، حاجه ما بنقدر نعمل لها كلاسيفيكيشن. دي خدتها رقم 5. طيب نشوفهم، دي تايب 1 قال بلوبويد، كويس بلوبويد او فانجيتين. طيب قال هنا ulcerative with raised mass، هنا قال ulcerative with invasion of the wall، يحصل invasion of the wall. هنا قال شنو infiltrative رقم 4. رقم 5 شنو cannot be classified، رقم 5 cannot be شنو classified. فهو تقسيم بتاع البورمان تقسيم كلينيكال، بشو يعني الجراح من يخش يشيل بيشوف الشكل الجروس وبيجيبه بتاع الباثولوجي، برضه الباثولوجيست بيشوف الشكل الناي. لكن التقسيم ده طبعا يعني ما دقيق لانه تقسيم اكوردنج للجروس باثولوجي، لكن الهيستولوجيكال الدبليو اتش او او كان اللورين كلاسيفيكيشن هو المور يعني هو المور ابلايد. اخر حاجه التريتمنت، طبعا التريتمنت في 7 موديليتيز، في 7 طرق للتريتمنت. ايزر سيرجري اذا كان في بيسموه ايرلي يعني كان انفولفين الميوكوزا او الصب ميوكوزا، فممكن يعملوا له شنو سيرجيكال ريموفال. ممكن برضو يتعمل اندوسكوبيك ميوكوزا ريسكشن، اذا كان لسه في الميوكوزا ممكن يخش بالاندوسكوبي يعملوا له ريسكشن. لا اذا كان ميتاستيز ممكن يكون كيموثيرابي علاج كيماوي او راديوثيرابي اشعاعي او كيمو راديوثيرابي كومبينيشن بين الاشعاع والكيماوي، او تارجت ثيرابي ب حاجات مثلا زي ال قلنا الاماتينين مثاليت او التايروسين كاينيز انهبيتر اللي هو تارجت لجين معين الكيتس مثلا ميوتيشن فبيعمل هنا، او اميونوثيرابي نربط دروكس او مواد مشيعه مع انتي بوديز لسيرت الريسبتر موجوده في الاستومك كانسر، فده يسموه اميونو سيربي. This is the end of this lecture. Please any question or comment contact me and I will reply immediately. Thank you very much for your listening.